وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: العلم وراثة كريمة، والآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صافية. لا أحد من العقلاء يجلس وراء المقود في سيارته لكي يقودها في الطرقات إلا إذا كان على يقين بأنه يعرف قيادة السيارة، وعلى معرفة بالطرقات. فإذا لم يكن واثقا من ذلك، فإن العقل ينهاه من أن يقود السيارة، لأن من لا يعرف قيادة السيارة يؤدي بها إلى هلاك نفسه أو هلاك الآخرين أو الاثنين معا. وإن لم يكن على معرفة بالطرقات فلن يصل إلى مبتغاه. هذا هو العلم. العلم أن تكون على يقين من أمر، وأن يكون يقينك مطابقا للواقع. قد يكون بعض الأفراد على يقين من أمرهم لكنهم واهمون، أي أن ما هم على يقين ليس مطابقا للواقع. وربما يكون الشخص على حق، وعمله أو ما يفعله مطابقا للواقع، لكن من دون يقين منه، يعني بتعبير المثل المعروف: بالخطأ يطلع صح. العلم في الحقيقة له قيمته الأساسية بالنسبة للإنسان، ذلك لأن الله بالنسبة إلى الكائنات، الجمادات والحيوانات والنباتات، هو الذي يهديها الطريق، وهي لا تستطيع أن تغير ما هي عليه. الجمادات كالنور مثلا تتبع قوانين محددة. النور لا يمكن أن يبطئ سرعته ولا أن يزيد من سرعته، و لا يمكن أن يتحرك النور إلا في خط مستقيم. قوانين النور هذه ثابتة والنور يتبعها. كذلك الكرات، الشمس مثلا، هذه الكرة الملتهبة التي ترتبط حياتنا بها، تتبع القوانين والسنن الإلهية التي فرضها عليها. بالنسبة إلى الحيوانات، وهي طبقة أرقى من الجمادات والنباتات، تتبع غريزتها. هي الأخرى لا يمكن أن تغير شيئا من واقعها، لا أن تزيد ولا تنقص فيما هي عليه. إنما الإنسان الذي يولد جاهلا يستطيع بالمعرفة بالتعلم أن يرقى مدارج التقدم بمقدار ما يبذل من الجهد في هذا المجال. ومن هنا فإن من امتيازات الإنسان قدرته على التعلم. والحديث عن العلم الذي ورد على لسان مولانا أمير المؤمنين وحده حديث طويل، قد لا تكفي 1000 محاضرة لاستيعاب ما ذكره الإمام حول العلم، وليس العلم نفسه. أما العلم فكل ما كتب البشر
من الكتب، وكلما فعل البشر من أفعال وأنجزوا من إنجازات كلها ترتبط بالعلم. يعني مو إنسان واحد وإنما البشرية كلها غير قادرة على أن تستوعب العلم وما حصل عليه الإنسان في تاريخه المديد. العلم في الحقيقة ينقسم إلى قسمين، قسم يرتبط بدنيا الناس وقسم يرتبط بآخرة الناس، علم يرتبط بالمسير وعلم يرتبط بالمصير. كلا العلمين مهمان لا شك في ذلك، ولكن الحديث الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مشهور أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قطعا لا يقصد بذلك علم المسير، وإنما يقصد علم المصير. قطعا لا يقصد النبي أن علم الطب والفيزياء والكيمياء والفلك وعلوم الزراعة هذه واجبات عينية على الناس، لأن من غير المعقول أن يستوعب شخص واحد كل هذه العلوم. فإذا كان العلم فريضة على كل مسلم وكل مسلمة فهو أمر يرتبط بمصير كل مسلم وكل مسلمة. نعم، علوم الحياة هذه من الواجبات الكفائية كما يقول الفقهاء، بمعنى أنه لا بد أن يكون طبيب في بلد من البلدان. كل المهن هي من الواجبات الكفائية، حتى الخباز والبقال والعطار والنجار والحداد، هذه مهن يحتاج إليها الناس فهي من الواجبات الكفائية، لو قام به شخص سقط عن الآخرين. لكن العلم الذي يرتبط مصير الفرد والأفراد والجماعات والأمم به هو ما يرتبط بعلم المصير، أي علوم ثلاثة: علم التوحيد والإمامة والنبوة والمعاد، علم أصول الدين، وعلم الحلال والحرام، وعلم الأخلاق. هذه هي العلوم الواجبة على كل فرد أن يتعلمها ويعرفها، لأن مصيره في الحقيقة يرتبط بذلك. لكن على كل حال العلم في الواقع مثل الطائرة، إذا أنت تعلمت ارتفعت، إذا ركبت الطائرة تطير بك، أمر طبيعي وله قيمته في جميع المجالات. إنسان بلا علم فلا قيمة له، قيمة كل امرئ ما يحسنه، كما قال الإمام علي في عيون كلامه: قيمة كل فرد بمقدار ما له من العلم. لا بجسمه، لا بجماله، لا بماله، لا بملكه، لا بمنصبه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. يقال أن مفاعل نووي في الولايات المتحدة الأمريكية أصيب بعطب في النظام الكهربائي. تعرف يعني المفاعل النووي خطير، لأنه يشتغل على علم الذرة، والذرة إذا انفلقت ولم يتم ضبطها فهي تكون هادمة، تتحول إلى قنبلة ذرية. فطلبوا من الشركات، من إحدى الشركات المعنية بإصلاح هذا الخلل، فأرسلت الشركة مندوبها. هذا المندوب جاء ونظر، ثم خلال دقائق أصلح الخلل، أصلح الخلل ورجع إلى شركته. بعد ذلك أرسلت هذه الشركة المعنية بالإصلاح فاتورة التكلفة $1,000,000، مع أن الذي أصلح الخلل لم يستغرق من الوقت إلا دقائق. فاحتج أصحاب المفاعل، الدولة هي أو شركة ما أعرف، احتجوا على هذا المبلغ الباهظ: كيف $1,000,000 على إصلاح لم يتم إلا في دقائق؟ فطلبوا تفاصيل فاتورة. شركة أرسلت التفاصيل في سطرين:
تكلفة الإصلاح دولار، تكلفة العلم 999,000 دولار. طبعا هذا العلم، أي واحد ثاني منحسب العلم بحساب الدقائق واللحظات، قيمته أكبر من الزمان كله أحيانا، خاصة ما يرتبط بعلم الآخرة، فإنه يرتبط بالجنة والنار. أن تعرف الحلال والحرام، أن تعرف الواجب الذي عليك، فإنه قد يدخلك الجنة التي لا يمكن تثمينها بمال. على كل حال، إذن العلم له قيمته، وهذا هو المثال الذي ذكرناه. من هنا يمكن القول أن العلم علمان، علم مقدس وعلم غير مقدس، قد يكون ضروري وقد لا ينفع شيئا، لكن بالنتيجة العلم المقدس هو العلم الذي نحتاج إليه في حياتنا الأخرى وليست حياتنا الدنيا. هذا هم مهم، لكن ذاك هو الأساس. الناس فيما يرتبط بعوائلهم، أولادهم، ما يخلفونه بعدهم، يهتمون بترك البيوت والأموال وربما المناصب لأولادهم. كان يقول أحد الإخوة أن إخوتي يملكون الملايين، في يوم من الأيام أخذت واحد من عندهم إلى الجبان كما فعل الإمام علي سلام الله عليه بكم إلى ابن زياد حتى يذكر الآخرة والمصير. أخذته إلى المقبرة، قلت له شوف هؤلاء الناس كانوا مثلي ومثلك وكلهم تحت التراب. هؤلاء في الحقيقة أين دفنوا؟ لم يدفنوا في قبر ولا في التراب، إنما دفنوا في أعمالهم. أنت تملك الملايين ولا تنفق منها لا في الواجب اللي عليك ولا للفقراء والمساكين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إيش كنت تجمع؟ إذا متت يعني ما راح تصاب بالندم؟ قال أبدا. لا، استحوذ عليهم الشيطان. قال أبدا. قلت له ليش؟ قال أخلف أموال لأولادي، بيوت، أموال، ملايين لأولادي. طبعا كل إنسان يعجبه ويحب أن يخلف لأولاده بيتا، سيارة، مالا، مجوهرات، مناصب، يهمه هذا الشيء. لكن هذه الوراثة ليست كريمة، العلم وراثة كريمة. ليش هاي الوراثة مو كريمة؟ لأنه أكو فرق كبير بين العلم وبين المال، فرق كبير جدا. أولا، العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الفراعنة. فراعنة المال، فراعنة الحكم والملك، وفراعنة السلطة. على كل حال، العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة. اثنين، العلم من خصائصه كلما تنفقه تزداد علما، بينما المال ينقص بالنفقة. إذا أخرجت مال ولو بسيط من جيبك فجيبك شوي يخف طبيعي، لكن العلم بالعكس يزداد بالإنفاق، يزكو بالإنفاق، ينمو. العلم يحفظك، والمال أنت تحفظه، تحافظ عليه، تشتري صندوق حديدي، تهتم بي، قلق عليه، تصرف جهدك وقتك عملك كل على حفظ المال. هذه البنوك، هذه الصناديق، هذه الأنظمة الأمنية هي كلها لحفظ الأموال. فالمال أنت تحفظه والعلم هو يحفظك. بعد، العلم ينفعك بعد الموت وقبل الموت، والمال قد لا ينفعك قبل الموت وقد يضر بك بعد الموت، يكون وبالا عليك بعد الموت وفي الدنيا أيضا. يمكن المال ملك
سلطة، أي شيء من هذا القبيل يرتبط بدنيانا يمكن أن يكون وبال علينا. مو معناها نعيش السعادة كلما امتلكنا أموالا أكثر. لعل الفقراء يحسون بالسعادة والرضا والحبور وهم لا يملكون مالا بينما غيرهم يملك. الحاجة إلى العلم حاجة شاملة. أكو واحد ما يحتاج إلى العلم؟ الملك يحتاج إلى الطبيب لأن عنده علم الطب، يحتاج إلى المهندس عنده علم الهندسة، الملوك وأصحاب الأموال يحتاجون إلى العلماء، بينما ليس كل الناس يحتاجون إلى الأثرياء. والعلم مقدر عند جميع الناس، ولعل الناس يكرهون أصحاب الملايين، يعني عكس ذاك، يقدر العالم ويكره المالك. العلم يدعو للعمل، كلما زاد علم الإنسان كلما ازداد عمله، لأن العلم يدعو للعمل فإن أجاب وإلا عنه ارتحل. والمال يدعو إلى الكسل، ذاك يخليك تشتغل وتعمل، لكن هذا يقول عندي فلوس أحل كل مشاكلي بالفلوس. المال يدعو إلى الطغيان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بينما العلم بالعكس تماما يدعو إلى التواضع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. المال من المفارقات أيضا، المال قد يكون ملوثا بشكل أو بآخر، ملوث يلوث الإنسان، يلوث روحه نفسه شخصيته دنياه آخرته، لكن العلم وراثة كريمة. عبارة جميلة، أنا ما رأيت مثل هذه الكلمة عند غير الإمام علي سلام الله عليه. طبعا في كلمات كثيرة للإمام علي نسبت إلى غيره، سرقوها من سيد البلغاء ومن باب مدينة علم الرسول ونسبوها إلى أشخاص آخرين، بس ما عرفوا قيمة هاي الكلمة إذن ما سرقوها. مثل ما واحد ما يعرف قيمة الألماس يفكر قطعة الزجاج ما يسرقها. هاي الكلمة فقط للإمام علي، وهي عميقة ليس فقط فيما ذكرنا. العمق وين؟ الشيء إذا اجتمع يكون ورثة، إذا ما اجتمع ما موجود وما يصير ورثة. الإمام ده يتحدث عن العلم الذي يكون وراثة، يعني العلم التراكمي، العلم الذي تطور، هذا العلم وراثة. العلم وراثة كريمة، إذا هذا العلم ما تراكم ما تطور لا قيمة له. تتعرف كل التطور البشري قائم على تطور العلم، يعني أخذ الطيارة اللي هي من وسائل تنقل الناس، ومليارات من الناس يسافرون كل عام على هذه الوسيلة السليمة أكثر من السيارات وأكثر من غيرها من وسائل التنقل، ما عدا المصعد أكثر أمانا من الطائرة. هذه الطائرة شلون تكونت؟ بتراكم العلم. في البداية واحد فكر يسوي له جناح وحاول وطار من على قمة جبل وسقط ومات، واحد ثاني رتب ثالث رابع خامس إلى أن صارت هذه الطائرة. هذه الطائرة نتيجة تطور العلم، هذه السيارة نتيجة تطور العلم، وكذلك فيما يرتبط بمساكن الناس، ملابس الناس، جميع هذه الأجهزة المتاحة الآن والتي أصبحت جزء من حياتنا، ربما بدونها ما نقدر نعيش. حتى قيل في الظرافة في النكت أنه سأله فرد واحد تقدر تعيش شهر بدون واحد بيت، اثنين زوجة، ثلاثة هاتف نقال؟ قال لا، بدون هاتف نقال ما أقدر أعيش، زوجة وبيت مو مشكلة، أروح أسافر أروح في النقص، لكن بدون هاتف نقال. هذه اللي أصبحت جزء من حياتنا وحياتنا مرتبطة بها، والرفاهية قائمة عليها. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة تراكم العلم وتطور العلم. وإلا مرة واحدة الناس لا يقفزون على التطور، وإنما
يتسلقون جبل العلم خطوة فخطوة إلى أن يصلوا إلى القمم، والقمم أيضا لا تنتهي. السؤال، ما هو البديل عن العلم؟ واحد يقول ما أريد العلم، شو البديل عنه؟ جهل. ما هي نتائج الجهل؟ نتائج الجهل الأفق الضيق في داخله. شوف الإنسان العالم ده يعيش حالة من الحبور والسرور دائما، عنده علم، عنده معرفة، ده يحلق بأفكاره بعلمه يتطور. العلم والعالم يعيش حالة من السعادة، والجاهل من جملة الأشياء يعيش التخلف، أمر لا شك فيه. أمة جاهلة أمة متخلفة، أمة جاهلة أمة فقيرة، لأن حتى المال لا يمكن تنميته إلا بالعلم. لنفترض أن أحدا ورث مبلغ كبير جدا من المال النقدي، يعني مو مال في الأوراق وأملاك، لا، لو ما عنده علم أو لا يستنجد بالعلماء لا يمكن أن يزيد في ماله شيئا، بل ينقص منه. إذن البديل عن العلم وهو الجهل يدخلنا في المهلكة ويخرجنا من حالة السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. كل الأمم التي ارتقت بسبب العلم. شوفوا أول دولة، وإن شاء الله تكون آخر دولة، تلقت قنبلتين ذريتين هي اليابان. دخلوا في الحرب أيام الحرب العالمية الثانية وانهزموا فيها، وتلقوا قنبلة في ناكازاكي وفي هيروشيما. البشر حتى الآن ما مستخدم قنابل النووية إلا هناك. انهزمت اليابان وسحقت، مو فقط هزيمة عسكرية، انتهت كأمة يابانية، انتهت وأصبحت مستعمرة، ولا تزال مستعمرة. لا تزال هنالك قواعد عسكرية أمريكية وقوانين معينة فرضها الأمريكيون على اليابانيين بعد هزيمتهم. يعني مثلا ليس من حق اليابانيين أن يطوروا الجانب العسكري، لا في مجال صناعة الأسلحة ولا في مجال تنظيم الجيوش، ما لهم هذا الحق. يعني التكنولوجيا مالتهم ما تدخل في المجال العسكري، ولو دخلوا هذا المجال لربحوا أيضا الملايين بصناعة الأسلحة وبيعها للآخرين. ممنوع عليهم، ممنوع أن عدد الجيش يزيد على مقدار معين، ممنوع الدخول في المجالات العسكرية. اليابانيين انهزموا، يابان سحقت، كل وسائل حياتهم انتهت. هذه هي نتاج الأمة المهزومة. لكن إذا نظرنا اليوم بعد مرور نصف قرن شوية على هزيمة اليابانيين، ما الذي نرى؟ نرى أن اليابانيين الذين انهزموا على يد الأمريكيين هم الذين يغزون الأمريكيين، وغزوهم لأمريكا مو بالدبابة اللي هم صانعيها ودافعين عليها مال، إنما بالسيارات اللي الأمريكيين يدفعون عليها مال. الآن للمرة الخامسة أو السادسة، مع أن الأمريكيين هم أول من صنع السيارات قبل أكثر من 100 عام، لكن السيارات الشركات اليابانية هي التي تبيع السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية. وما من بيت على وجه الأرض إلا وفيه شيء من صناعة اليابانيين. بما تقدمت اليابان المنهزمة المحطمة؟ بالعلم، علم دنيوي، علم الصناعات، علم التكنولوجيا. مع أن اليابانيين للعلم أي اختراع ما عدوا أبدا، اليابانيين اليابان من الدول اللي أي اختراع ما عدوا. الهنود عدهم، الغربيين عدهم، الشرقيين عدهم، لكن اليابانيين ما عدوا اختراع، إنما هم سوون كوبي عن الاختراعات الموجودة. المهم هذا المقدار من العلم أيضا نفعهم كثير، حتى
أن فارق التجاري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان سنويا 100 مليار دولار لمصلحة اليابان. هذه الأمة التي انهزمت تقدمت بالعلم. قصة ذلك الرجل الذي كان في عشيرته يريد أن يتزوج ابنة عمه، وابن رئيس العشيرة كان يتزوج نفس البنية، لكن العشيرة بالنتيجة أعطوا البنية العائلة لابن عمهم مو لابن رئيس القبيلة. فابن رئيس القبيلة اتهم هذا الرجل بأنه سارق وأرادوا أن يقطعوا يده، ومتهم بالسرقة. لعل زوجتها هذه تطلق من عنده وابن رئيس العشيرة يزوجها. على كل حال أجوا حتى يلزموه وبريء كان، فبدأ يركض وما الجماعة وراه إلى أن استطاع أن يخلص نفسه. من بعيد أشار إليهم قال: هذه اليد التي تريدون اليوم أن تقطعوها سأجعلكم تتنافسون على تقبيلها وفي أمان الله. راح للنجف فدرس في الحوزة العلمية، تقدم في مدارج علم الفقه والأصول والأحكام، وفي زمن المرحوم السيد أبو الحسن الأصفهاني عينه السيد وكيلا عنه في عشيرته، فعاد إلى عشيرته والعشيرة متجمعة استقبلته وتنافسوا على تقبيل يده. بماذا استطاع أن يحول تلك اليد التي كانت متهمة بالسرقة وعلى وشك أن تقطع بالعلم ولو بمقدار معين من العلم؟ يقول ربنا: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. الذين آمنوا لإيمانهم، والذين أوتوا العلم أيضا جماعة أخرى. لا يقول يرفع الله الذين آمنوا الذين أوتوا والذين أوتوا العلم، ربما المقصود نفسه، لكن أيضا في ظاهر الأمر قد يكون الأمرين: الله يرفع الذين أوتوا العلم، يرفعهم في الدنيا ويرفعهم في الآخرة. من هنا فإن العلم استثمار عظيم وثروة لا تدانيها ثروة إلا الإيمان. يعني استثنى الإيمان، ما في شيء أغلى من العلم يمكن واحد أن يورث أولاده، خاصة وأن كل شيء في هذه الحياة محدود ما عدا العلم، وفوق كل ذي علم عليم، يتوقف العلم. ولذلك كل الناس باستطاعتهم يتقدموا يوما بعد يوم في أي مجال من مجالات العلوم، فوق كل ذي علم عليم. العلم وراثة كريمة. كيف يكون العلم وراثة وممن يرث؟ في مجالات مختلفة لتطبيق هذه الكلمة إمام علي. جانب الأول: حتى لو كان الأب جاهل وأمي لا يقرأ ولا يكتب، باستطاعته أن يضع ولده في المدرسة حتى يتعلم. كم من علماء، كم من أطباء، كم من مهندسين، هؤلاء آباءهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، بل كم من المراجع كانوا من هذا النوع. فأنت ترث ولدك العلم في أيام حياتك، مو مثل المال إذا متت ينتقل إليه، لا، وأنت حي تجعل العلم ورثتك وهديتك لأولادك. الجانب الثاني هو الإنجازات. إنجازات نرثها جيل بعد جيل. ورثنا بعض الإنجازات من الجيل السابق، طورنا كبشر أقول ولا أقصد أنفسنا، طورنا هذه الإنجازات وتقدمت الحياة بسبب هذه الوراثة التي يصفها الإمام بأنها كريمة. روي عن الإمام الكاظم قال: دخل رسول الله المسجد. قلنا العلم علمان: علم مقدس وعلم غير مقدس، علم المسير وعلم المصير، علم الدنيا وعلم الآخرة. بعض العلوم هذه نافعة جدا، بعضها لا، ربما أن تعرفها أفضل من أن لا تعرفها، بس أكو عندك بديل. بعبارة ثانية، العلم أيضا يخضع لمعادلة الأفضل والأكمل والأولى والأهم. العلم أيضا يخضع لهذه القاعدة.
أكو علم مهم، أكو علم أهم، أكو علم عظيم، أكو علم أعظم، وهكذا في مختلف مجالات الحياة. النبي يدخل المسجد فرأى وإذا قد أطافوا برجل، يعني طافوا حوله، مجتمعين حوله، فقال النبي ما هذا؟ شنو عنده؟ مو من هذا؟ ما هذا؟ قالوا علامة. قال وما العلامة؟ هذا من اللي علامة؟ قالوا يا رسول الله إنه أعلم الناس بأنساب العرب، يعرف عائلة هذا وعشيرة ذاك ووقائعها. العرب شنو سووا بالتاريخ؟ عرب قبل الإسلام شنو سووا بالتاريخ غير الغزو وقتل وسرقة؟ شنو عسى هذا يعرف يا معركة صارت داعس والغبراء وش قد طولت وأسبابها والآخر، وأيام الجاهلية والأشعار العربية شنو كان الرزم عشان. فقال النبي ذاك علم لا يضر من جاهله ولا ينفع من علمه، هذا العلم. ثم قال إنما العلم ثلاثة. هذه ملاحظة مهمة أن نهتم ليس بكل علم، طائر البطريق شلون يتوالد شو أسوي له؟ عند الشغل يا طائر البطريق، عندنا بالبيت طائر البطريق، حياتي مرتبطة بطائر البطريق. طبعا هذا الكلام اللي أقوله شايف فرد واحد متخصص في طائر البطريق، وين ما يجلس جلسة وجاب لك قصص شو أسوي يعني؟ هذا علم لا يضر من جاهله ولا ينفع من علمه. ثم قال إنما العلم ثلاث، آية محكمة، شيء مرتبط بسنن الله بآيات الله بقوانين الحياة، آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل إضافي. زين، لكن الأصل هذا، إذا أنت ما عندك الأصل ما إلى قيمة. ركب أحد علماء النحو في سفينة صغيرة لشخص في عرض البحر، فسأل هذا عالم النحو يريد يفتخر على صاحبه، قال له تعرف الفاعل والمفعول به والجار والمجرور؟ قال لا والله ما. قال له نص عمرك خسارة. عجيب، ليش؟ شو ما تعرف أفعال الناقصة وإن وأخواتها، شو ما تعرف هذه؟ يريد يفتخر عليه. أكو بعض الناس يكسبون العلم لكي يتكبروا على الناس ويفتخروا بعلمهم، وهذا من المحرمات للعلم. فالرجل ساكت أكل إلى أن أصابهم طوفان والبلد بعد شوية انقلب. قال له تعرف السباقة؟ صاحب قايق قال له لعالم النحو تعرف السياق سباحة؟ قال له ما أعرف. قال كل علمك خسر، أنا نص عمري لأن ما أعرف النحو. تقول عمرك أكو شيء ارتبط بحياتك، شيء إضافي أهلا وسهلا، اعرف ماذا عليك وماذا لك ثم اذهب وأكسب الإضافة. سألني أحد الشباب قبل أيام أنه أنا ما أتأثر، لكن هل يجوز لي أن أقرأ كتب الملحدين؟ قلت له كم كتاب قاري في علم التوحيد؟ لو قاري 25 كتاب في علم التوحيد فات كتابا تقرأ لهؤلاء ما يخالف، لكن رأسا إلى علم الإلحاد، روح على التوحيد أولا ثم زين قريته ما قريته شو يأثر عليك؟ شو تريد تسوي؟ عرفت هذول الشيء يقولوا ما له ربط بك، هذا علم طائر البطريق. يقول الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع. النحو هذا هم علم زين بس مقدار معين، انهمك في علم النحو. مدي يتكلم عن علم النحو، علم النحو مهم لمعرفة المعنى، أن أعرف هذا فاعل وذاك مفعول، ضرب علي عمرا صحيح حتى أعرف علي ضارب وعمر مضروب، لكنه انهمك في النحو. بس الفرد واحد يوقف للصلاة يجب أن يشعر أنه بين يدي الله عز وجل جبار السماوات والأرض، يتكلم مع رب العالمين، يراه رب العالمين، يطلب من رب العالمين، لكن كل ذي يلاحظ أنه هاي الكلمة جابها صحيحة ولا مو صحيحة، وليش صارت الحمد
مضمومة وما صارت الحمد، سلب الخشوع، يعني ضيع المحتوى وتمسك بالإطار. على كل حال يكفي في معرفة أهمية العلم أمران. الأمر الأول أن الله جعله مثل الهواء، سبحان الله، كل ما كان الشيء ضروري للإنسان أكثر كلما هو متاح للناس أكثر. أنت يمكن أن لا تأكل طعاما 60 يوم أو 100 يوم، في بعض الناس اللي أضربوا عن الطعام قرابة 100 يوم ما أكل طعام، في عنده مخزون والجسم يستخدم هذا المخزون. يمكن أن تعيش بدون ماء 3 أيام 4 أيام ربما إلى 5 أيام هم قيل، لكن لا يمكن أن تعيش بدون الهواء دقيقتين. لو أن أحدا أمسك برقبتك هنا وضغط عليه وما وصل الأكسجين إلى دماغك يتوقف، فيتوقف كل شيء. لو دقيقتين الطفل في داخل المي ما تنفس يموت. فالهواء متوفر في كل مكان لضرورته، ضروري موجود. يحبسوك في سجن انفرادي في هواء، وين ما يخلوك في هواء إلا إذا قتلوك. كذلك العلم، يعني الحصول على العلم متوفر لجميع الناس. كتب موجودة، سماع تقدر تسمع، اللهم يعطيك أذنين ولسان واحد حتى تتكلم أقل وتسمع أكثر، وتسمع من اليمين واليسار وأمام وخلف. لو هنا مخلي أذنك لا، بس اللي أمام تسمع، خلفك ما تسمع، من جميع الجوانب، من خلال السمع، من خلال الكتاب، من خلال الدراسة، كل هذه منعوها عنك، من خلال التفكير. فكر يزداد علمك بالتفكير، لأن الله عز وجل يلهم عباده. يعني مثل ما كل ما زدت عبادة زاد الله منك قربا وزدت إليه قربا، كذلك بالفكر، كل ما تشغل دماغك وعقلك كل ما يزداد علمك تفكير. الأمر الثاني، أهمية العلم، أن أعظم الناس يتشرفون بلباسه. علم يزين حتى الأنبياء، الأنبياء لأنهم أعلم الناس ولأن علمهم يرتبط بعلم الله، لذلك هم عظماء، مو لأن أموالهم أكثر، علمهم أكثر. وأي إنسان تشوف عظيم يتشرف بلباس العلم، ولذلك حتى الجهل يدعونه. يعني أكو فد واحد يقول يا جماعة أنا ما أعرف، كل الناس يقولون نحن علماء. يقول الإمام علي كفى بالعلم شرفا أن ينسبه إلى نفسه من لا يحسنه. اللي ما عنده علم ينسبه إلى نفسه، يدعي العلم ويفرح إذا نسب إليه، كلمة الإمام. وإذا قالوا هذا هو يفتهم كيف، هو يدري ما يفتهم، لكن ما دام نسبوه إليه ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا كيف. لكن قيمة العلم في الحقيقة في جانبين، جانب تكتيكي وجانب استراتيجي، جانب استهلاك وجانب ادخار. هذا اللي يشير إليه الإمام علي في هذه الكلمة، جانب الادخار. العلم وراثة، بتخزينه، بتراكمه، بتطويره، بالزيادة فيه وبتفعيله، تجعله شيء عملي وليس فقط أنه العلم علم. جاءوا إلى رجل قالوا له أن فلان حفظ كتاب البخاري، ما اهتم، قالوا حفظ كتاب البخاري 7000 حديث، حفظ كتاب البخاري. قال زادت نسخة في البلد، كان عندنا أفرض 100 نسخة صار 100 ونسخة، لكن متحرك، كتاب متحرك. شو قيمته؟ حافظ كتاب البخاري. إذا ما طور، إذا ما فعل، إذا ما زاد، إذا ما نقص، إذا الخرط طيرة، إذا الكذب شالة، معقول؟ أما أنه في الكتاب يحفظه فيه الغث والسمين وغثه أكثر من السمين، زادت نسخة في البلد. هذا يتطلب في الحقيقة أن العلم يحفظ، أن العلم يكتب. المكتبات من الظواهر الحضارية في المجتمعات المتقدمة. في بلادنا الحمد لله أغنانا الله من الكتاب،
كم نقرأ، كم نطبع، كم الكتب الجيدة تطبعت؟ 3000 نسخة. ولذلك كانوا عندهم إحصائية بالنسبة إلى إحدى الدول الإسلامية، أنه هاي الدولة الإسلامية الناس خلال السنة شقد يقرؤون من الكتب، من خلال طباعة الكتب وطباعة المجلات وطباعة الجرائد، فكل واحد شقد يقرأ، تبين سطر ونص بالسنة، سطر ونص بالسنة يقرأ خلال عام من عمره، ما عنده شغل بالعلم. ولذلك احنا هم متخلفين ونبقى متخلفين إلا إذا تصادقنا مع الكتاب، وأصبحت كتابه وأصبحت تفكيره وأصبح العلم جزءا أساسيا من حياتنا. تحقيق، مراكز التحقيق اللي هذه جدا قليلة، مكتبات فارغة والمكتبات العامرة ليس فيها من يقرأ، ومراكز التحقيق ولا شيء. اليابانيين بعد الحرب العالمية الثانية من جملة ما فعلوا أنهم عينوا في كل سفارة من سفاراتهم ملحق كتبي، أكون ملحق عسكري، أكون ملحق ثقافي، أكون ملحق سياسي دبلوماسي، لكن ملحق كتبي. كان على هذا الموظف أن يروح يفتش في السوق وفي المكتبات أي كتاب جديد طالع، هذا الكتاب يرسله إلى المركز ويقومون بترجمة هذا الكتاب والاستفادة منه. ملحق كتابي. والآن مكتبات الكبرى في العالم هذه عدها موظفين أشخاص يتعاملون وياهم في مختلف الدول، كلما يصدر كتاب يشترون من عنده نسخة نسختين يرسلون إلى تلك المكتبة. لذلك كتبنا موجودة عندهم، أكثر كتبنا موجودة عندهم وباللغة الأصلية طبعا، مو الترجمات يأخذوها. وأنا التقيت بواحد من عندهم أيام كنا في لبنان، في كنت أذهب إلى دار الصادق وهي أول دار كانت معنية بطباعة كتب أهل البيت سلام الله عليهم، فكان شخص يجي يأخذ من كل كتاب 10 نسخ. أقول له المن تي طالع؟ قال لا، أنا متعامل مع 10 مكتبات برا في أوروبا وفي أمريكا، فكل كتاب اللي يصدر اللغة الأصلية مالتها أشتري 10 نسخ أرسل له 10 مكتبات، كل كتاب اللي يصدر. يعني كان مشتري ثابت في هذه الدار ولعل في بقية الدور طبعا، أن يشتري هذه الكتب ويرسل لها كل كتاب يصدر. إحنا نهتم بالأجهزة، إحنا متقدمين الحمد لله في الأجهزة مع القرن 22 مو 21، لكن يوم اللي يرتبط بالعلم تشوف هاي الأجهزة ماذا نستخدمها في زيادة علومنا، إما الألعاب وإما الصفحات التي لا تنفع وقرض تضر، لكن هل كتب موجودة في داخل؟ يعني أنت ملايين الكتب تقدر تطالعها من خلال هذا الجهاز. الأمة المتخلفة لا علاقة لها بالعلم ولا تبحث عن الجديد في مجال العلم. يعني نسواننا يبحثون عن الجديد في مجال الثياب، المجوهرات، الزينة وإلى آخره، وبعض الدول مالنا يقول لك هذه ثالث دولة في العالم استيراد وسائل الزينة. زين والكتاب؟ أنا شغل كتاب جميل جيد طلع ما طلع، وهي ما عندنا شغل فيها. على كل حال، ولعل معجزة الكمبيوتر قائمة على كلمة الإمام علي وراثة، حيث أن الكمبيوتر يخزن ويجمع ويعطيك يوم اللي تريده، تضرب كلمة طلع لك كل ما هو موجود وكل ما أنتج البشر. إذن العلم وراثة كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أول سورة نزلت على رسول الله وأول أمر تلقاه في بعثته، كان نبيا من عالم الأرواح، بس على كل حال أول كلمة تلقاها اقرأ. وأمة اقرأ اليوم لا تقرأ. والقرآن ما سمي بكتاب التوحيد ولا بكتاب الله، إنما سمي بمصدر قرأ يقرأ قرآنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.